في زيارات سيد الشهداء، ومر علينا هذا في الحلقات المتقدمة، من أن الأرض ومن عليها، من أن الخلائق جميعا ضامنة لدم الحسين، ضامنة لثأر الحسين. ولذا هذا الانعكاس التكويني لم يكن جزافيا ولم يكن الكلام أدبيا هنا، مثلما يقول أديب خطيب مؤبن لشخصية مهمة توفيت في هذا اليوم، فيتحدث المتحدث ويقول: من أن الدنيا حزينة، من أن السماء مظلمة لفقد فلان. هذا كلام أدبي، يعني هذا حكي، تصطير حكي، هذا تصطير. أما هذه زيارته فهذه حقائق. ولذا يترتب على هذا أن دم الحسين تكوينا، لا أتحدث عن الجهة التشريعية، أن دم الحسين تكوينا، تكوينا، أن دم الحسين تكوينا متعلق برقابنا، متعلق، نحن مسؤولون عن دمه تكوينا، لا أتحدث تشريعا. فالزيارات تتحدث بلسان التكوين، وهنا تأتي الزيارة فتقول: وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. هناك حق للحسين لا بد أن نسدده، وهذا الحق تسديده في يوم القيامة تسديد عسير. الرجعة مسار للذين محضوا الإيمان، والحسين قيامته بعد الرجعة. هذه المطالب كلها تأتي في منظومة واحدة، يرتبط بعضها بالبعض الآخر. حينما نقرأ في زيارات الحسين، في الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، ذاتا وصفاتا وأفعالا. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، طهر، ذاته طهر، والطهر مصدر، فهو مصدر للطهارة والتطهير والطهور. أشهد أنك طهر في ذاته، طاهر في صفاته، مطهر في أفعاله. من طهر طاهر مطهر، ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف وكربلاء التي تقول بنجاسة دم المعصوم، ألا لعنة على فتاواهم، ألا لعنة على استنباطهم، ألا لعنة على حوزتهم، ألا لعنة على منهجهم. هذا منطق العترة، طهارة في الذات والصفات والأفعال. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من أين جئت يا حسين؟ من طهر طاهر مطهر، طهرت. السياق يقتضي ذلك، وإلا فما تقدم من كلام
هو طاهر ذاتا، طاهر صفاتا، طاهر أفعالا. طهرت بكل تلك المقامات وطهرت بك البلاد. البلاد ما كانت طاهرة وإنما طهرت بك. والبلاد لا يقال لها بلاد إن لم يكن فيها بشر، فلا يقال للصحراء الخالية من الناس يقال لها بلاد، يقال لها أرض خالية. البلاد هي الأرض التي يسكنها العباد، هذه هي البلاد. لا يقال للصحراء من أنها بلد، البلاد هي الأرض العامرة ببيوتها وأسواقها وشوارعها وصناعتها وزراعتها وتجارتها وناسها و و و طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها. هذه أرض كربلاء لها خصوصية، ما هي جزء من البلاد، لكن الحديث هنا عن تربة كربلاء، وإلا فكربلاء جزء من البلاد، لكن أرض كربلاء لها خصوصية، فهي أرض جنانية ومصيرها أن تعود إلى الجنان. إذا ما زلزلت الأرض فإن الأرض الكربلائية سترفع إلى أشرف المواطن في جنان رب العالمين. هم حدثونا عن ذلك، هم أخبرونا، هذه ثقافتهم. لا شأن لي بالثقافة القذرة لسقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بالثقافة القذرة لسقيفة بني نجف. إنني أتحدث فقط عن ثقافة بني فاطمة. طهرت يا حسين وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها، أرض كربلاء على اتساعها، وطهر حرمك، خصوصية لحرمك، حرمك له خصوصية، وحرم الحسين. ليس الحديث هنا عن حرم الحسين، عن المكان الذي يقال له الحرم في زماننا. حرم الحسين قلبه وتاجه قبر الحسين، لكن حرم الحسين يمتد إلى كل الأرض التي مشى عليها الحسين. أي مكان داسه الحسين بأقدامه أو بحافر جواده هو هذا حرم الحسين. حرم الحسين تحدده حوافر جواد الحسين، هذا هو حرم الحسين. أما قبر الحسين فهو تاجه، فهو قلبه، فهو جوهره، وإلى جانبه تلك القبور الزاكية. إنها الأرض التي مشت عليها عقيلة بني هاشم، هذا هو حرم الحسين. الأرض التي داستها عقيلة بني هاشم بأقدامها، هذا هو حرم الحسين. وأما كربلاء فهي أرضه، إنها المساحة التي يجوز فيها أن نصلي القصر والتمام. كربلاء تمتد إلى فراسخ، كربلاء بسعتها، هذه أرض كربلاء. والحرم حرم أبي عبد الله الذي داسه بأقدامه وبحوافر فرسه. يا حسين يا حسين يا حسين، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر
طاهر مطهر، طهرت يا أبا عبد الله وطهرت بك البلاد. إنها البلاد التي تتواصل مع الحسين. الحديث هنا حديث تكويني، وطهارة البلاد من طهارة أهلها، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك يا حسين، يا معدن الطهارة وأصلها يا أبا عبد الله. هذا التطهير الحسيني هو الذي سيخلصنا من تلك التيرة التي سنطلب بها. إذا ما التصقنا بالحسين، بحسين الحجة بن الحسن، لا بحسين مراجع النجف وكربلاء، ذلك ما هو بحسين الحجة بن الحسن، بحسين الحجة بن الحسن هذا الذي تتحدث عنه هذه الزيارات، وتتحدث عنه هذه الآيات في قرآنه. هذا هو قرآن الحسين وآل الحسين، وهذه زيارات الحسين وآل الحسين. من هنا تؤخذ الثقافة الحسينية. نذهب إلى فاصل. أخذ كل عمري وانطيني زيارة يا فرحتي، من عرفتك قمت أحس برحمة الله تحيط بي، وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي، يا الحياتي بس خدمتك. زيارة أخذ كل عمري وانطيني زيارة، حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي. صلاتي إذا ما زورك إيش تنفع صلاتي؟ أسيرك بانتظار. حين أحدثكم عن الأجواء الحسينية وعن شعائرنا الحسينية، وأقول لكم برغم العيوب وبرغم مخالفات شرعية موجودة في الأجواء الحسينية لا أستطيع أن أنكرها، برغم كل ذلك فالأجواء الحسينية هي أنظف ما عندنا في الواقع الشيعي، لأن أجواء المرجعية وأجواء الحوزة وأجواء العمائم قذرة 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 إلى أبعد الحدود. أجواء الأحزاب الشيعية القطبية قذرة 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 إلى أبعد الحدود. الأجواء العرفانية قذرة هي الأخرى، قذرة قذرة. المكان الذي جذوره نظيفة الأجواء الحسينية، ولذا أقول نظفوه، نظفوا هذه الأجواء. أصل الطهارة موجود هنا. حين أحدثكم عن ذلك أنا لا أحدثكم بحديث العجائز، مع احترامي للعجائز، لكنني لا أحدثكم بحديث العجائز، ولا أحدثكم بحديث الأحلام والمنامات، ولا أحدثكم بحديث الثواب والأجر، مع أن حديث الثواب والأجر حديث جميل، لكنني لا أحدثكم بهذه المستويات، ولا أحدثكم بحديث تدبيج الكلمات وصناعة العبائر، وهذا جزء من مهنتي، لكنني لا أفعل هذا معكم. أنا أحدثكم بحديث البصيرة
بحديث العمق، بحديث العقيدة الواضحة، بحديث الرؤية الثاقبة، إنه حديث محمد وآل محمد. إنني أحدثكم بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة تحت هذا القانون. كلامكم نور نور نور، أحدثكم وفقا لهذا القانون. كلامهم نور يشرق نورا، النور يفصح عن نفسه ويفصح عن غيره، النور يرينا نفسه ويرينا غيره، وكلامهم نور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره من الحقائق. إنني أحدثكم بهذا المنطق، بمنطق علي وهو يتحدث عن القرآن من أن ظاهره أنيق ومن أن باطنه عميق. إنني أحدثكم عن جمال المناظر والمظاهر، وأحدثكم عن عميق البواطن والبصائر. فحينما أقول لكم من أن الأجواء الحسينية طاهرة في جذورها، إنني أتحدث عن هذا العمق، عن عمق حسين هذا. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، الذي ينتمي إليه سيكون طاهرا. فانتموا إلى الحسين الحقيقي، لا تنتموا إلى حسين السيستانيين أو حسين الشيرازيين أو حسين حزب الدعوة وأمثالهم. انتموا إلى الحسين الحقيقي الذي يتحدث عنه القرآن بهذا العمق، وتتحدث عنه الزيارات والروايات بهذا العمق. ابحثوا عن حسين هذا. حينما أبدأ الحلقة بقولي يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. وقت الحلقة انتهى. للحديث صلة، وصلة عميقة، صلة عميقة. لازال الحديث العميق يتواصل عن حسين، ليس عن حسين في ذاته، عن حسين في حقه الثابت في رقابنا. من زار الحسين عارفا بحقه. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد ثلاثا. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. وحق أمك الزهراء، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.